بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا الفقره المواليه اللي هي غادي نتعرفوا على خصائص قوات عدد جذري. اذا الخاصيه الاولى، جدا قوتين لهما نفس الاساس. هنا اكتب على شكل قوه ما يلي: ا تساوي 2 على 3 اس 4 ضرب 2 على 3 اس 2. اذا الا خدينا هذه القوه باغي نكتبوها على شكل قوه اللي غيكون عندنا، اللي كان عندها واحد الاساس وعندها واحد الاس. اذا عندنا ا كتساوي 2 على 3 أس 4 ضارب 2 على 3 أس 2. إلا خدينا 2 على 3 أس 4 شناهي؟ هي 2 على 3 ضارب 2 على 3 ضارب 2 على 3 ضارب 2 على 3. ثم إلا خدينا 2 على 3 أس 2 اللي هي 2 على 3 ضارب 2 على 3. إلا خدينا هاد القوة أس 4 هي هادي، هنا القوة أس 2. ثم الا بغينا نكتبوها على شكل قوه واحده، كنلاحظ بان 2 على 3 كيتكرر في العمليه ديال الجدا شحال مره؟ 1 2 3 4 5 6. اذا 2 على 3 اس 6. ملي جينا لهذا العدد 6 شنو هو؟ هو العدد 4 زائد 2. اذا في هذه الحاله الا كان عندنا جدا قوتين عندهم نفس الاساس، 2 على 3 2 على 3 نفس الاساس، كنحتفظوا بالاساس ديالهم، كنديروا جدا مجموع الاسين 4 زائد 2 اللي هي 6. اذا هذه هي القاعده الاولى اللي عندنا، القاعده الاولى اللي عندنا أ و ب ولا أ عدد جذري، أ عدد جذري غير منعدم، وإن وإم عددين صحيحين، وإن وإم عددين صحيحين طبيعيين. هنا أ أس إن ضارب أ أس إم، جدا قوتين عندهم نفس الأساس، كنحتفظ بالأساس اللي هو أ، ونديرو إن زائد إم، ومن بعد تنحسبو. إذا إلا كان عندنا نفس الأساس، نحتفظ بالأساس، ونجمعو الأسين. نديرو مثال، مثلا أ تساوي ناقص 3 على 4 أس 10 ضارب ناقص 3 على 4 أس مثلا 8. إذا العدد اللي كلعبنا الدور ديال أ فهو ناقص 3 على 4 اللي هو الأساس، إن فهي 10 وإن فهي 8 لا ناقص 8. إذا شنو غادي نحتفظو بالأساس اللي هو ناقص 3 على 4 ونجمعو الأسين، يعني 10 زائد ناقص 8 تساوي 3 على 4 أس 9 زائد ناقص 8 اللي هي 2. ثم غادي نشوفو مثال آخر، ب تساوي ناقص لا 7 على 8 ناقص 13 ضارب ناقص 7 على 8 أس مثلا 4. إذا في هاد الحالة عندنا نفس الأساس اللي هو ناقص 7 على 8، نحتفظ بالأساس. كلمنا الدور ديال إن اللي هو ناقص 13، و كلمنا الدور ديال إن فهو 4، إذا ناقص 13 زائد 4 تساوي ناقص 7 على 8. مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان، اللي عنده بعد المسافة هو العدد ناقص 13، احتفظوا بالإشارة ديالو، 13 ناقص 9 اللي هي 13 ناقص 4 اللي هي 9. ثم من بعد غادي نشوفو الخاصية الثانية اللي هي جدا قوتين لهما نفس الأس. إذا عندنا جوج القوى عندهم نفس الأس، غادي نشوف واحد النشاط أكتب على شكل قوة: أ تساوي 2 على 3 أس 3 ضارب 1 على 5 أس 3. إذا لدينا عندنا أ تساوي 2 على 3 أس 3 ضارب 1 على 5 أس 3. إلا بغينا نكتبو على شكل القوة، شنو غنديرو؟ إلا خدينا 2 على 3 شناهي؟ هي 2 على 3 ضارب 2 على 3 ضارب 2 على 3، يعني الأساس يتكرر عندنا في العملية ديال الضرب جوج المرات ضارب. نفس الشيء إلا خدينا 1 على 5 فهو كيتكرر عندنا في العملية ديال الضرب 3 ديال المرات. هنا اللي غادي نحاولو نديرو هو نحاولو نغيرو ترتيب العوامل. مثلا 2 على 3 ضارب 1 على 5 ضارب 2 على 3 ضارب 1 على 5 ضارب 2 على 3 ضارب 1 على 5. اذا غيرنا الترتيب العوامل، عندنا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ثم من بعد غادي نحاولوا نجمعوا، غادي نديروا هادو بين قوسين وهادو بين قوسين وهادو بين قوسين. شنو كتلاحظ بالنسبه هاد الجدا 2 على 3 ضارب 1 على 5؟ فهو كيتكرر عندنا في العملية ديال الضرب شحال مرة؟ 1 2 3. إذا 2 على 3 ضارب 1 على 5
بين قوسين أس ثلاثة. وهذا إلا حسبناه جوج في واحد اللي هي جوج، ثلاثة في ثلاثة اللي هي 15 أس ثلاثة. إذن في هذه القاعدة عندنا جدا قوتين عندهم نفس الأساس، نفس الأس عفوا، ثلاثة ثلاثة يعني عندهم نفس الأس. شنو كنديرو؟ كنديرو جدا الأسين جوج على ثلاثة ضرب واحد على خمسة، كنحتفظو بالأس. إذن جوج على ثلاثة ضرب واحد على خمسة أس ثلاثة. إذن هذه القاعدة اللي عندنا. إذا القاعدة الثانية عندنا أ و ب عددين جذريين غير منعدمين، وإن عدد صحيح نسبي مثلا، وإن عدد صحيح نسبي. إلا خدينا أ أس إن ضارب ب أس إن. إذن هنا عندنا جدا قوتين عندهم نفس الأس اللي هو إن إم. كنديرو أ ضارب ب بين قوسين أس إن. إذا كنديرو جدا الأساسين كنحتفظو بالأس. ثم غادي نديرو مثال. تالي إلا خدينا أ تساوي ثلاثة على أربعة أس تلتاش ضارب خمسة على اثنان أس تلتاش. إذا كان عندنا الدور ديال أ هو ثلاثة على أربعة، إذا كان الدور ديال بي هو خمسة على جوج، إذا كان عندنا الدور ديال إن هو تلتاش. إذا غادي نديرو جدا ثلاثة على أربعة ضارب خمسة على اثنان، نحتفظو بالأس اللي هو تلتاش تساوي أربعة في ثلاثة في خمسة اللي هي خمسطاش، وأربعة في جوج اللي هي تمانية، كنحتفظو بالأساس اللي هو تلتاش. ثم عندنا العملية بي تساوي ناقص خمسة أس ناقص تمانية ضارب واحد على اثنان أس ناقص تمانية. إذا كنلاحظ بأن القوتين بجوج عندهم نفس الأس اللي هو ناقص تمانية ناقص تمانية. ناقص خمسة ضارب واحد على جوج تجد على أساسين أس ناقص تمانية تساوي ناقص خمسة ضارب ناقص على جوج هي ناقص خمسة على اثنان أس ناقص تمانية. ثم من بعد غادي نشوفو الخاصية الثالثة ديال القوى، هي قوة أساسها قوة، أو لا يمكن نلقاوها تسمى قوة قوة. إذا بحال حسبنا قوة قوة أو لا قوة أساسها قوة. شنو كيعني قوة أساسها قوة؟ يعني واحد القوة غتكون الأساس ديال واحد القوة تانية. مثلا خمسة أس اثنان هذه قوة، ولكن فاش كنقولو خمسة أس اثنان بين قوسين أس ثلاثة هذه قوة أساسها قوة اللي هي خمسة أس اثنان. إلا خدينا هذا المثال اللي عندنا اثنان على ثلاثة أس خمسة هذه قوة، وهاد القوة غتصبح قوة لواحد القوة التانية اللي غيكون الأس ديالها هو ثلاثة. إذا لدينا عندنا أ كتساوي اثنان على ثلاثة أس خمسة بين قوسين أس ثلاثة. إلا خدينا هنا عندنا قوة أساسها قوة. إذا الأساس ديال هاد القوة اللي الأس ديالها هو ثلاثة هو اثنان على ثلاثة أس خمسة. إلا خدينا اثنان على ثلاثة أس خمسة فهو يتكرر في العملية ديال الضرب ثلاثة مرات. يعني بغينا نكتبوها هي اثنان على ثلاثة أس خمسة ضارب اثنان على ثلاثة أس خمسة ضارب اثنان على ثلاثة أس خمسة. وهذه شنو كتساوي؟ عندنا نفس الأساس كنحتفظو بالأساس، طبقوا القاعدة الأولى وكنجمعو الأسس، يعني خمسة زائد خمسة زائد خمسة تساوي اثنان على ثلاثة أس خمسة زائد خمسة عشرة زائد خمسة خمسطاش. إذا كتبناها على شكل قوة. إذا كانت قوة أساسها قوة ولات على شكل قوة. في هذه الحالة شنو كنديرو؟ كنديرو الأساس ديال القوة الأولى اللي هو جوج على ثلاثة، كنديرو جدا الأسي خمسة في ثلاثة، خمسة في ثلاثة اللي هي خمسطاش، خمسة ضرب ثلاثة اللي هي خمسطاش. وهذه هي القاعدة الثالثة اللي عندنا. إذا القاعدة ثلاثة اللي عندنا، عندنا أ عدد جذري غير منعدم، وإن وإم عددين صحيحين نسبيين. إلا خدينا أ أس إن بين قوسين أس إم، هذا شنو كيساوي؟ كيساوي أ أس إن هنا ضارب إم. إذا هذه قوة أساسها قوة. إذا كنحتفظو بالأساس ديال القوة الأولى، ثم كنديرو جدا الأسين يعني إن ضارب إم. إلا خدينا مثال، مثلا عندنا أ تساوي ناقص خمسة على ثلاثة أس تمانية قوسين أس ناقص سبعة. لأن عندنا قوة أساسها قوة. إذا كنلعبنا الدور ديال أ فهو ناقص خمسة على ثلاثة، الدور ديال إن فهو تمانية، والدور ديال إم ناقص سبعة. هذه عادة ناقص خمسة على ثلاثة أس تمانية ضارب ناقص سبعة تساوي ناقص خمسة على ثلاثة أس تمانية في ناقص سبعة اللي هي ناقص ستة وخمسون.
ثم غادي نشوفو مثال واحد اخر، مثلا بي تساوي 4 اس ناقص 3 بين قوسين اس ناقص 10. الا خدينا هذه القوه الاساس ديالها فهو 4، الاس الاول هو ناقص 3 والاس الثاني هو ناقص 10. اشنو غتعطينا؟ تعطينا 4 اس ناقص 3 ضارب ناقص 10 تساوي ناقص 3 ضارب ناقص 10 اللي هي 30، يعني سالب في سالب كيعطينا عدد موجب، اذا 4 اس 30. ثم من بعد نشوفوا الخاصيه الرابعه اللي هي خارج قوتين لهما نفس الاساس. عندنا واحد النشاط اكتب على شكل قوه ا تساوي 7 اس 13 على 7 اس 8. اذا الى خدينا هذا النشاط عندنا ا تساوي اذا 7 اس 13 على 7 اس 8. الى خدينا 7 اس 13 شنو هي؟ هي 7 في 7 في 7 في 7 13 مرة، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اتناش ثم تلتاش، إذا تلتاشر مرة، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اتناش تلتاش. إذا العدد سبعة تكرر في عملية الجودة تلتاشر مرة. ثم عندنا سبعة وثمانية شناهي؟ هي سبعة 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 ثمانية مرات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة في سبعة. إذا إلا خدينا هنا أش يمكننا نديرو؟ هنا يمكننا بما أن عندنا جودة الفوق وعندنا جودة التحت يمكننا نختزلو بالعدد سبعة. إذا اختزلنا بسبعة هنا سبعة هنا سبعة هنا سبعة هنا ثم اختزلنا بسبعة، إذا شنو غيبقى عندنا في البسط؟ هنا المقام يبقى في والو، غيبقى عندنا سبعة في سبعة في سبعة في سبعة في سبعة، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة. وهادي إلا باغي نكتب على شكل قوة شنو تعطينا؟ تعطينا سبعة أس خمسة، إذا سبعة أس خمسة. إلا خدينا هاد خمسة مع الأس اللي عندنا في البسط والأس اللي عندنا في المقام، واش يمكننا نستنتجو شي علاقة بيناتهم جوج؟ إذا إلا خدينا خمسة ما هي إلا تلتاش ناقص تمنية؟ إلا خدرنا تلتاش ناقص تمنية غتلقى خمسة. وبالتالي إلا كان عندنا خارج قوتين عندهم نفس الأساس، شنو كنديرو؟ كنحتفظو بالأساس وكنديرو الأساس اللي عندنا في البسط ناقص الأساس اللي عندنا في المقام. إذا هنا عندنا القاعدة الرابعة، قاعدة أربعة، أ عدد جذري، أ عدد جذري غير منعدم، و إن و إم عددين صحيحين نسبيين. عندنا أ أس إن على أ أس إم، وهذه يمكن نكتبها على شكل أ أس إن ناقص إم، يعني كنحتافظو بالأساس لأن عندنا نفس الأساس، لأن البسط والمقام عندنا نفس الأساس، كنحتافظو بالأساس كنديرو فرق الأسين، الأس اللي كاين في البسط ناقص الأس اللي عندنا في المقام. ثم غادي نديرو واحد المثال، عندنا أ تساوي ناقص تلاتة أس خمسطاشر ناقص تلاتة أس تلم أربعون. إذا كنلاحظ بأن البسط والمقام عندهم نفس الأساس، يعني خارج قوة خارج قوتين لهما نفس الأساس، إذا كنحتفظ بالأساس اللي هو ناقص تلاتة، غندير الأس اللي عندنا في المقام في البسط عفوا ناقص الأس اللي عندنا في المقام اللي هو ناقص أربعون ناقص تلاتة أس خمسطاش، نحول الفرق إلى مجموع تساوي ناقص تلاتة. كنشوف عندنا مجموعة عددين لهما إشارات مختلفة اللي عنده بعد مسافة هو هاد العدد 40 ناقص 15 اللي هي 25، إذا ناقص 25. عندنا عملية أخرى بيك تساوي جوج على تلاتة أس ناقص أربعة على مثلا جوج على تلاتة أس مثلا خمسة. إذا عندنا جوج قوتين عندهم نفس الأساس اللي هو جوج على تلاتة، إذا كنحتفظو بجوج على تلاتة أس ناقص أربعة ناقص خمسة، يعني الأس اللي كاين في البسط ناقص الأس اللي عندنا في المقام. إذا غادي نحولو الفرق إلى مجموع، إذا ناقص أربعة زائد ناقص خمسة تساوي كان على تلاتة أس جدا، ولا مجموعة ديالها من نفس الإشارة، نحتفظو بالإشارة ديالهم، مجموعة مسافتين أربعة زائد خمسة اللي هي تسعة أس ناقص تسعة. غادي نشوفو الخاصية الأخيرة اللي هي خارج قوتين لهما نفس الأس، خارج قوتين لهما نفس الأس. اثنين نشاط اكتب على شكل قوة ناقص اثنان أس خمسة على تلاتة أس خمسة. كنلاحظ بأن البسط والمقام فيه جوج ديال القوات اللي عندهم نفس الأس، إذا هنا خمسة هنا خمسة، إذا غادي نحاولو نكتبهم على شكل قوة عندها أساس وعندها أس. إذا أ كتساوي ناقص اثنان
أس خمسة على ثلاثة أس خمسة. هنا إلا خدينا ناقص اثنان أس خمسة، إذا العدد ناقص اثنان، يتكرر في العملية ديال الجدا 5 مرات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. العدد ثلاثة كذلك يتكرر في العملية ديال الجدا 5 مرات، إذا واحد جوج ثلاثة أربعة. إلا خدينا هادي أش ممكن نكتبوها؟ نكتبوها على هذا الشكل، إذا ناقص جوج على ثلاثة ضارب ناقص جوج على ثلاثة ضارب، لأن الجدا عندنا أ ضارب بي على سي ضارب دي، اللي هي أ على سي ضارب بي على دي. أ ضارب بي على سي ضارب دي هي أ على سي ضارب بي على دي. إذا نفس الشيء نطبقوها هنا، ناقص جوج على ثلاثة ضارب ناقص جوج على ثلاثة ضارب ناقص جوج على ثلاثة. إذا كنلاحظ بأن العدد ناقص جوج على ثلاثة كيتكرر عندي في العملية ديال الجدة شحال؟ 5 ديال المرات. إذا ناقص جوج على ثلاثة أس خمسة. وبالتالي إلا بغينا نكتبو هاد القوة على شكل، أو هاد القوة على شكل قوة، كنلاحظ بأن البسط والمقام عندهم نفس الأس. إذا كندير الخارج ديال البسط والمقام، يعني خارج ديال الأساسين، ناقص جوج على ثلاثة، كنحتفظ بالأس اللي هو خمسة. وهذه القاعدة الأخيرة، قاعدة خمسة. إذا هنا عندنا أ و بي عددين جذريين غير منعدمين، وإن عدد صحيح طبيعي. إذا إلا خدينا القوة أ أس إن على بي أس إن، شنو كتساوي؟ كتساوي أ على بي بين قوسين، إذا أ على بي أس إن. إذا هذه القاعدة الخامسة. غادي نشوفو مثال، مثلا أ تساوي 2 على 3 أس 7 على 4 على 7 أس 7. إذا هاد القوتين بجوج عندهم نفس الأس، إذا غادي نحتفظو بالأس، وغادي نديرو 2 على 3 على 4 على 7 أس 7. وغادي يمكن نكتبو على شكل، إذا خارج عددين كسريين، إذا 2 على 3 أو العدد الجذرين ضارب 7 على 4، إذا جدا العدد الأول في مقلوب العدد الثاني أس 7. وهذه شنو كتساوي؟ 2 في 3 2 في 7 اللي هي 14، 3 في 4 اللي هي 12 أس 7. شوفوا مثال ثاني، بي تساوي ناقص 5 أس ناقص 3 على مثلا 4 أس ناقص 3. إذا هنا عندنا جدا ولا خارج قوتين عندهم نفس الأس اللي هو ناقص 3 ناقص 3 كتساوي ناقص 5 على 4 بين قوسين أس ناقص 3. وهذا نكون سالينا هذه الفقرة، واللي عنده شي سؤال يخلي في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله.